Naira kisah orca sampai tak
ومن سقع قصب طوبى ما استهان سامي لما كده تنجر لما فتان أخذتي عموان كنت لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا ولا نستعين إلا بالله أيها النوام قوموا للفلاح اشربوا وعجلوا فقد قرب الصباح معشر الصوام يا بشراكم ربكم بالصوم قد هناكم وجوار البيت قد أعطاكم فافعلوا أفعال أرباب الصلاة تزهروا فإن في السحور بركة تزهروا فإن في السحور فإنه من سنن المرسلين اشربوا وعجلوا فقد قرب الصباح اشربوا وعجلوا فقد قرب الصباح قال الله تبارك وتعالى الصوم لي
وأنا أجزي به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان: فرحة عند إفطاره وفرحة عند لقاء ربه. وإن لكل صائم عند إفطاره دعوة مستجابة. قولوا رضي الله عنكم، قولوا غفر الله لكم، قولوا تاب الله عليكم، قولوا تقبل الله منا ومنكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، وعافنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا، وعلى الإسلام والإيمان الكاملين جمعا توفنا، وأنت راض عنا وعن بابك فلا تطردنا، يا واسع المغفرة يا حي يا قيوم برحمتك الواسعة بجاه سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وعن كل صحابة رسول الله أجمعين.